نحن اليوم في هذا البرد القارس نقف وقفتنا الاحتجاجية ضد الإرهاب الفاشي التركي الداعم لداعش. نحن نقف كأهالي منبج كلنا وقفة واحدة شيبا وشبابا نساء ورجالا لنقول لا للاحتلال التركي، لا للتهديدات التركية، نعم للحرية، نعم للسلام، نعم للعيش المشترك في منبج. ونحن الآن في ساحة مدينة منبج في وسط المدينة نقف وقفتنا ونقولها بأعلى صوتنا لا 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 للاحتلال التركي. كمكتب الشباب العام في فرع حزب سوريا المستقبل قمنا بتنظيم هذه المسيرة مع فرعي منبج والفراتيم. لدينا رسالة لكافة السوريين وخاصة للشبيبة بأن لا يقبلوا التهديد التركي والهجوم التركي على شمال سوريا، لأنهم إذا هاجموا على شمال سوريا سوف يحتلون كل الأراضي السورية، ونحن ضد تجزئة سوريا وضد الاحتلال لسوريا، ونعرف أطماع الدولة التركية هدفها ليس فقط الشمال السوري بل هدفها كل جغرافية سوريا، كما كانوا في السابق العثمانيين أخذوا كامل الدول العربية والآن يطمحون إلى إنشاء نظام عثماني جديد، ونحن كشبيبة سوف نقف في وجه هذه الأطماع.